أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بيكم النهاردة في فيديو جديد معايا عن توقعات الأبراج. أنا مريم، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتم مستنين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. أنا بكبر بيكم ومعاكم. توقعات برج العقرب الجمعة 16 يوليو تموز 2021. مع قليل من الصبر والصبر يمكن أن يكون اليوم مثمرا للغاية بالنسبة لك، لكن امتلاك هذا الصبر يمكن أن يكون التحدي الأكبر الآن. يبدو أن الوقت يتباطأ إلى حد الزحف، ولن يتحرك أي شيء بالسرعة الكافية ليناسب حالتك المزاجية، لكن إذا حاولت تسريع العملية فيمكنك إفساد جدول أعمالك تماما. حاول أن تبدأ اليوم ببعض التمارين المهدئة للتحكم في طاقتك. عاطفيا، لا تترك الأبواب عندما يتعلق الأمر بالعلاقة. تذكر شخص ما صنع لك بالتأكيد، عندما يحين الوقت المناسب سينكشف الكون تلقائيا ليقدم لك تلك الهدية الثمينة. دع حبك يجدك حتى ذلك الحين، استمتع بقضاء وقت ممتع مع أصدقائك وشركائك. قد يكون الماس المخفي موجود في مكان ما هناك، يجب أن لا تفقد الأمل. مهنيا، لقد كان أداؤك جيد بشكل استثنائي في المكتب، ومن المحتمل أن تستمتع بالثناء والاهتمام من رئيسك اليوم. قد تكون في الطابور للحصول على ترقية مهمة، ومع ذلك فإن حسد وغيرة زملائك قد يؤثران على مزاجك اليوم. سيكون التحدي الأصعب بالنسبة لك هو الرد بطريقة عادلة وعدم السماح لهذه السلبية بالتأثير على عقلك أو جسمك أو عملك. صحيا، الوقت مناسب لممارسة بعض التمارين البدنية المكثفة. رفع الأثقال هو خيار قابل للتطبيق. إذا كنت تفكر في بدء أي تدريب أو الدخول في أي حدث رياضي فقم بالتسجيل الآن، وسوف يكافئك الشعور بالعافية والطاقة. سيساعدك التمارين أيضا على رؤية عقلك ومشاعرك بوضوح. يمكن أن يساعدك على اتخاذ قرار مهم في حياتك فيما يتعلق بعلاقاتك أو حياتك المهنية.